صافي بخير غايه الحمد لله. يلا نمشيو اخويا. واش ندير لهم اخويا سلام؟ اخويا نديرو بوك التوم تاعك. اه خير خير. راني مواصل. هذه هي قنفذة من الفوق. هذه عين كسميتها؟ عين تدواوت يقول. عين تدواوت جاية من الفوق. تبارك الله. وكاين تما المنبع؟ كاين كاين الماء اللي بغيت تما باش تشوف هذا الماء اللي راه جاي منا؟ واه. صح هي الفوق. وهنا فوق المشماشة، ها المشماش. ها هي. طاحت أسامة طلع. أسامة؟ طلع طلع. ها هو جا. ها هو أسامة، ها هو وصل. إيه خويا إيه مش ماشي تدواوت. ورحنا كناكلو بالإذن ديال مولاها، ماشي متهجمين، ياك أسامة؟ ألا السيد قالنا روح المشماشة وهذا بيك. أسامة شتي هذا مرشيطات. مرشيطات ياك أخو بسعد. ها هما بسم الله. لا يعطيك الخير. الله تشد أنت. خبز زرع. بسم الله، لا يعطيك الخير. أحسن مرشيط. زايد البينة باردة عند السيد الله يخف على الناس ديال تدواوت. لا يخف عليهم. لا يعطيهم الخير. خاصنا السيد. خوت تبغينا غير نعسو. مالها قبل البن يبان لي غادي يخرج الزبده. ها أسامة طالع. حنا في اعلى قمه في بوك التوم. هذيك الرئيسه العوينات الجراده هي قدامنا جراده كرتبان. دابا تطيق العوينات تطيق كتهو ديك القنفوده. مين جاي يا بغيت صوتي. روح روح روح. لا راه قال الجمه قال شكون اللي احسن لك طلع ولا هبط؟ واش قال لهم؟ قال له بلينا نلعبوهم بجوج فين تلاقاو. افرج شهد لا اله الا الله. عندك اسامة خويا من جي نقز شد انت الكاميرا عاوتاني ندير الشخ ندير الشخ. يلا اسامة خويا الله زيد اسامة برافو زيد 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 ايوا طاب القدام فاش غادي تمشي؟ ما نقولش كمل الهي ولا يروح اسامة راح الله غير هود هنا هنا الله الهي مقطوعة وهذه يو 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 هادي هادي اخو هاد البلاصه اللي راكم فيها هنايا قولها سردان. سردان تبع النفوذ نتاع قنفوده جامعه قنفوده عمل الجراد. واه واه. وبالنسبه لهاد المنطقه ديالكم هنا باش معروفه؟ خويا هنا عندنا الغلب. واه. وهاد السنين التالية راه حنا كومسينا نديرو التشجير في هاد اش من نوع ديال الاشجار؟ داروا لنا التشجير نتاع اللوز تابع لهذا المخطط المغرب الاخضر. واه واش الدوله اللي كتساعدكم؟ واه الدوله اللي كتزرع. كنشوفوا هاد الشجره تبارك الله عجبتني هاد الشجره هذه. هاد الشجره واش غادي نقول لك على حساب البحث نتاعي هذه راه اكبر شجره نتاع فصيله العرعر هنا في المنطقه الشرقيه ككل. كتجمعنا بواحد المناسبه وقت الربيع كنديروا واحد الوعده كما نقولوا وعده. كديروا وعده هنايا؟ آه. ديال شنو قبيله؟ تاع القبيله تاع الخلوفيين. خلوفيين بني يعلى. هذه المنطقه يا اخي كون حافظوا على داك الشيء اللي خلاته لنا فرنسا. واه كون هذه البلاصه من هنا طارت منطقه سياحيه كانت واحد التجهيزات
بحالاش كانوا يستعملوهم في نقل الشربون. المنجب كيتخدم في جناده، يتحفر في جناده، وكان كيجي القنفوده يتغسل. واش من وسيله ديال التنقل باش كنا معروف عندنا بالتيريفيريك، كانوا كيستعملوها والدين جدودنا ووالدينا باش كيتنقلوا من جراده لهذه المنطقه. ونفس وفي نفس الوقت كانت الشركه كتستعملها لنقل المنجم، ولكن ما حافظوش عليها، تعرضت للتخريب. باقي واحد النموذج، واحد جوج ولا ثلاثه اثار حافظوا عليهم في جراده. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.